نفسية الإنسان من أكتر الحاجات اللي الواحد بيقف قدامها ويقول سبحان الله، معقدة جداً وفيها حاجات وعكسها. إزاي بتعيش في هارموني مع نفسها وبتبقى متسقة كده وما عندهاش مشاكل؟ ده شيء فيه إعجاز فعلاً. يعني تخيل مثلاً إن إحنا بنحب كل شيء جديد وفي نفس الوقت ممكن نخاف من كل شيء جديد، فينا الحاجة وعكسها. يا ترى النفسية دي بتشتغل إزاي؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة.